عايش السلمي. وفعلا انا حسيت هذا الشيء وشفته، مو بس حسيته، لان لما كنت اركض يركض يمي يعني مسلم ومسيحي وسمين وضعيف واجنبي وافريقي، وكنا كنا نركض سويا. المشاركون اليوم هم من جميع مكونات المجتمع العراقي، من عرب وافراد ومسيحيين ويزيديين وحتى الاجانب المقيمين في كردستان والعراق. النهارده سعيد جدا، يوم رياضي جميل بيتكرر زيه، يمكن انا مصري، بيتكرر زيه في مصر كل يوم جمعه. تمام، فانا كنت سعيد لما لقيت ايفنت زي ده هنا يعني، واكيد اتمنى وببعت رساله طبعا لبلدي مصر من هنا. تمام، اتمنى ان شاء الله الاستقرار للمنطقه كلها سواء مصر او العراق او كردستان.